نحن ذوي الشهداء نعتبرهم هم منا ونحن منهم، فلا نعزي أهل عوائل الشهداء فقط، وإنما نعزي الشيعة جميعا وإخواننا في البحرين عامة، ونعزي أنفسنا بهذه المصيبة العظمى التي حلت بنا. ونسأل الله تبارك وتعالى كما قلنا لإخواننا أعزائنا قرة عيننا الرفعة إن شاء الله في الجنان مع النبي وعترته الطاهرة، ولذوي الشهداء الصبر الجميل والأجر الجزيل إن شاء الله، وأن يكونوا هم إن شاء الله أسرة وقدوة لعامة شيعة أمير المؤمنين في صبرهم وفيهم. والذي نأمل أن إخواننا أبنائنا إن شاء الله على العموم يستمرون إن شاء الله في هذا الدرس، ويعني يأخذون الشهداء قدوة لهم في استمرارهم في درب الجهاد مع أعداء الله. لا يتركون هذه الشهادات، كلما تكثر كلما تقوى العزائم إن شاء الله على مواصلة الدرب. فعليكم مواصلة الدرب لمواجهة الظالمين، وإن شاء الله نحن سنكون بموقع النبي إن شاء الله ننتقم منهم، والانتقام إن شاء الله يكون في الدنيا قبل الآخرة. القرآن الكريم أصر إنا من المجرمين منتقمون، في الآخرة العقوب والعذاب، أما الانتقام في الدنيا إن شاء الله. نحن ننتقم من الظالمين، من آل خليفة، من آل سعود، ومن كل أعداء الجهاد، كما رأيتم الحمد لله وترون الانتصارات في العراق على داعش والانتقام منهم، وهكذا في حلب وفي جرم. فإن شاء الله يأتينا ذلك اليوم الذي قد يرونه بعيدا ونراه قريبا، لأننا ننتقم إن شاء الله من المجرمين المرتكبين لهذه الجرائم الكبرى. وما التوفيق إلا من عند الله، بذلك كله تحت رعاية أهل البيت وتحت رعاية مولانا وصاحب الأصل الزمان أبواهنا وتربنا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.